الآن سنرى طريقة ضبط إعدادات الحاضنة. قم بالضغط على زر ساب لمدة 8 ثواني. F1 عدد الدقائق لتقليب البيض. من الأفضل جعل الدقائق 120 دقيقة. F2 عدد الثواني لدوران البيض. من الأفضل جعل الثواني 35 ثانية. لا تنسى إرجاع غطاء الفلين للحاضنة عند الانتهاء للحفاظ على الحرارة اللازمة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. أشكركم على حسن متابعتكم. فضلاً وليس أمراً المرجو الاشتراك، فدعمكم يشجعنا على إنشاء المزيد من الفيديوهات في المستوى المطلوب.